السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال سباس فيكتوريال موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفو ديمونسيون دي اون سباس فيكتوريال. الحصة فايتة شفنا لاباز، هاد الحصة ان شاء الله غادي نكملو لاباز، نشوفو الحالة التانية بالنسبة لانسومبل، ثم ندخلو لديمونسيون دو ان سباس فيكتوريال. الو الحصة فايتة شفنا كنقولو عندنا واحد 3 فيكتوريال، واحد 3 فيكت بحال هكا 1 0 0 نكتبهم انه كانونيك كما كتشوفوا هنا 0 1 0 و 0 0 0 كما كتشوفوا هادو انهم كانونيك، يعني انهم سيتون باز كانوني. كما كتلاحظ كنا كنعطيكم ثلاثه ديال لي فيكتور وكنقول لكم مونتري كو انهم باز. اش كنا كنديروا؟ اول حاجه كنا كنديروا هي كنبينهم انهم ليبر، ثم كنبينهم انهم جينيراتريس، وكنسنتجو انهم لا باس، انهم باس صافي كيقبل واحد اون باس. دابا في هذه الحاله هذه غادي تكون كتخالف على الحاله الاولى، غادي نشدو دابا اونسومبل، واحد الاونسومبل ونجبدو منه لا باس صافي. الوغ الاونسومبل كي كيتكتب حنا نديرو بحال هكا دي ايغال اكس ايغريك زد ابارتمون ا ار اوس 3، لان عندنا اكس وعندنا 3 لو فاريابل، غنحطو 3 هنايا وندير واحد الفليش هكا ونحطو المعادله هنا. تقدر تكون جوج معادلات وحده اكسيتيرا. دابا حنا نديرو غير نديرو غير واحد المعادله هنا، واحد ايكواسيون عندك 3 ايكريك ناقص الزد اكزومبل بحال هكا ايكا زيرو فيو سي سامبل. هذا اكزومبل سامبل. الوغ كيما كنشوفو دابا كيعطيك بحال هاد الانسومبل هذا كيقول لك جبد منه لا باز. سي سامبل. اش كدير انت باش كتجبد لا باز؟ اشنو كدير؟ كتحاول انك تجبد واحد من هاد الفاريابل هادو. غنحاولو نجبدو حنا الزد اللي ساهل صافي. الزد شحال كتساوي جبناه الجهه الاخرى، غادي يبقى لنا جوج اكس زائد 3 اي صافي. شوف هاد التويشي هادي اللي غادي دير زعما وتجبد اكس هنايا وكتقول انها كتساوي تجيب هذا اللي هنايا زد ناقص 3 اي على جوج، هادي خاطئه. شوف شوف عندك معادله وحده فاريابل واحد، عندك جوج معادلات تقدر تجبد فاريابل اخر، ولكن عندك هنا معادله وحده تجبد فاريابل واحد هو الزد صافي. زد ايكال جوج اكس بلس 3 ايكريك، هادي اللي كتخدم في لاجيب. اما تجي لهنا وتعاود عاوتاني تجبد اكس، هادي ما كايناش، هادي خطأ صافي. ما تعاودش دير هاد الستون هذا لانه ما كاينش في الجيب. الوغ حنا جبدنا الزد، شوف المرحله الاخرى اش كنديروا. شي سامبل، هادشي ساهل بزاف. اكس ايكريك زد حاولوا نزربيو لانه سي فاسيل. الوغ غنحاولوا اننا نجبدوا القيمه ديال اكس. شنو عندنا هنا؟ عندنا غير الزد، لان عندنا ايكواسيون وحده جبدنا الزد، ما عندنا لا اكس لا ايكريك، عندنا غير الزد. يعني اكس كنحطو اكس، ايكريك ما عندناش ايكريك، الزد عندنا القيمه ديالها كنحطو هنا جوج اكس زائد 3 ايكريك. سي تخي بيان. الوغ غنحاولو دابا نشوفو شحال من فاريابل عندنا هنايا. عندنا واحد وعندنا جوج، عندنا اكس و ايكريك، يعني غادي يكون عندنا دو فيكتور، يعني اكس نعملو زائد ايكريك وغادي نعملو. سي سامبل. غادي نشوفو هنا اكس شحال عندنا من اكس، عندنا واحد هنا، شحال عندنا من اكس ما عندنا والو، شحال عندنا من اكس هنا، عندنا جوج، جوج اكس يعني جوج صافي. ايكريك نفس الحاجه نديروها لايكريك، شحال من ايكريك عندنا هنا ما عندنا والو زيرو، شحال من ايكريك هنا عندنا واحد، شحال من ايكريك هنا عندنا 3. سي سامبل. دابا عندنا دو فيكتور، يعني اش كتكتب له؟ دونك لا فامي هكا، دونك لا فامي بحال هكا. سي سامبل، شي ساهل بزاف. لا فامي بحال هكا، وتحط له هكا وتحط له الفيكتور ديالك هكا وهكا 0 1 3. كتلقى مشكل بالنسبه للبولينوم وكذا، هو كيكون فيه شويه الحساب وكذا. اما بالنسبه للفيكتور سي سامبل، اي ان باز دو دو. بالنسبه لهاد الكور هذا بالنسبه لصحاب الايكونومي وكذا كيجيو مساهل، ولكن بالنسبه لصحاب الميبو كذا كيخدمو شويه ما كيخدمو شويه ديال واحد فونكسيون كيدخل له فونكسيون كيدخل له البولينوم اكسيتيرا، فهمتي؟ دابا نتوما عندكم فيكتور بالنسبه لصحاب كونو عندهم فيكتور، ولكن صحاب ميبو المسائل كيحطو لهم شويه داك الشيء كيكون شوي في حسابات شوي. الو نشوفو دابا حنايا كيفاش نفس الميثود كتخدمها في كل حاجه. غير خاص تكون ان كل كور قاري مزيان، بحال البولينوم خاص تكون قاري مزيان، فونكسيون خاص تكون قاريه مزيان، عرفت باش تخدم هادشي. لو فيكتور سي سامبل. دابا حنا كنديرو فيكتور الحصه الجايه في التمارين ان شاء الله بقا نديرو حنا فونكسيون مسائل. الو كما كتشوف هنايا عندنا اون باز. دابا حنا الدرس ديالنا هو ديمونسيون. دابا حسبنا لا باز شحال لقينا من فيكتور جوج، كتكتب له ديمونسيون، ديمونسيون ديال هاد دي هادي شحال كيساوي؟ كيساوي لنا دو.
سي دو لان لقينا دو فيكتور دو داباس عندنا واحد دو فيكتور في لاباس يعني كتكتب لو جو لقيتي 3 كتكتب لو 3 لقيتي 4 كتكتب لو 4 لقيتي 5 كتكتب لو 5 هذا هو الديمونسيون سي سامبل ها هو لا ديمونسيون دو اون اسباس فيكتوريال اي ديمونسيون فيني دون او اون نوتي دي اي ام فارم دو دي دي ام دو او او هو داك الانسومبل اللي كتسميه هنايا اي باغ ديفينيسيون لا نومبر دو ايليمون ها هو لا نومبر دو ايليمون دو اون باز دو شحال عندنا من نومبر دو ايليمون عندنا جوج ايليمون حطيناهم سي سامبل لا باز كانونيك دو ار او كاري عندنا واحد لا باز كانونيك ار او كاري ديمونسيون دو ار او كاري ايكال دو شوف عندك دابا هنا عندك ديمونسيون ديمونسيون ديال ار اس ان ايكال ان يعني ان ديمونسيون ديال ار او كاري ايكال لجوج 3 ايكال 3 4 ايكال 4 5 ايكال 5 هذا بالنسبة عفوا بالنسبة لهذا الفيكتور اما بالنسبة بالنسبة للبولينوم لا ديمونسيون ديال واحد البولينوم ار كنرمزو له هكا ان دو اكس سي سامبل هو ان اللي عندنا هنا بلس 1 صافي هادو خاصكم تضبطوهم مزيان هاد لو كونديسيون هادو مهمين بزاف غادي تحتاجوهم بزاف التمارين بالنسبه لاسباس فيكتوريال الوغ بينا كيفاش هادو الوغ نديرو شي اكزومبل اخر نحيو هاد البارتي كاين واحد اكزومبل اللي كيقع فيهم غلط بزاف الطلبه الوغ اول حاجه الا عطاك اكزومبل عطيك بحال هكا واحد دي بحال هكا اكس ايغريك زد اكزومبل ابارتون ا ار او 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 ستخوا لينا تخوا هنايا فلاش نديرو حنا شي حاجه بحال هكا عطاك اكس او كاري زائد هكا 3 ايغريك ناقص زد بحال هكا ايكال زيرو صافي الوغ شوف شوف معايا الا كانت عندك اكس او كاري ولا ايغريك او كاري ولا زد او كاري ياك هادو ولا اش ولا كانت بلاصه تساوي عندك اكبر او يساوي او اصغر او يساوي صافي شو ما ولا اكس 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 في ايغريك اكس في زد ولا اكس في ايغريك ولا ايغريك ايغريك في زد اكسيتيرا ولا اكس في اكس راه اكس او كاري ولا هادو اشنو كنقول لهم هادو نو با ان اسباس فيكتوري هادو نو با ان اسباس فيكتوري ولكن المشكله دابا كيفاش غادي نديمونطرو ان البرو الا عطانا هاد الانسومبل هذا وبغينا نقولو انها نو با ان اسباس فيكتوري اشنو نديرو تبع كنديرو لو اشنو كنديرو كونتر اكزومبل سي كو سا كونتر اكزومبل كنعطيو واحد الاكزومبل شكون هي شكون هو ان اسباس فيكتوري ان اسباس فيكتوري اسباس فيكتوري شكون هو اسباس فيكتوري اسباس فيكتوري اف في ان اسباس فيكتوري دون او ازيما اشنو خاصو يكون هاد اف هذا خاصو يكون تبان معايا خاصو يكون هاد زيرو او ابارتون ا اف هادي هي الاولى هادي ما عندنا ما نديرو بها الشرط الاول الشرط الثاني هادشي راه قرينا في اسباس فيكتوري الشرط الثاني اش خاصو يكون بوغ توت اكس ايغريك نو ندير حنا اكس ايغريك حنا نديرو فيكتور ديرو فيكتور اي 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 في واحد دو فيكتور ابارتون ا اف كينتميو لنا لهاد اف هادي يعني انها خاصها تكون اي بلس في كتنتمي ل اف ياك كاين واحد الشرط الثالث هو لاسكالير سكالير ديالنا عندنا واحد لاسكالير لاندا ابارتون ا ار نقولو حنا ار نقولو كا كا هو ار يعني قد كا شكون هو كا كا يعني يقدر يكون ار يقدر يكون سي على حسب كومبلكس ولا نومبر غير حنا نديرو نومبر غير ابارتون ا وعندنا واحد الفيكتور اي ابارتون ا اف يعني انه خاصو يكون لاندا في اي في هاد هذا اشنو خاصو يكون خاصو يتامي الاف يعني هاد الشروط هادو خاصهم يتحققوا باش نقولوا ان اسباس فيكتوري شكون هو كونتر اكزومبل هو انك كتجيب واحد الاكزومبل واحد لا فيكتور هنايا واحد دو فيكتور بحال هكا وكتجمعهم وتلقاهم انهم ما كيتساميوش الاف صافي الوغ حنا حاولوا انكم تخدموا بهذه بزاف لان شي سامبل سكالير ضربوه في هذا يعطيك شي حاجه الوغ نشوفوا شي سكالير نضربوه في هذا اول حاجه نجبدوا بعدا واحد لا فيكتور كينتمي لهاد البارتي هذه الوغ شي 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 شي
شي اكزومبل كاين تامين هاد البارتي هادي شو ما هي نديرو حنا شي اكزومبل نعوضو اكس بواحد واحد ياك يكريك حتى هي نعوضوها بواحد واحد نشوفو نشوفو الى عوضنا هنا واحد عطينا واحد زائد اكريك عوضناها بواحد هي ثلاثة شحال تعطيك اربعة حنا باش يتامي هذا خاصو يعطينا صفر يعني زيد خاصنا نعوضوه بربعة سالية نعوضو ربعة بزيد يعني هاد الفيكتور هذا كينتامي للدي يعني هاد الفيكتور هذا كينتامي للدي علاش لان عوضنا اكس بواحد وعوضنا واحد وعطاتنا الايكواسيون صحيحه عطاتنا انه كيساوي زيرو الا عوضتي هاد الفاريابل هادو اكس عوضتيه بالقيمه ديالو يكريك عوضتيه بالقيمه ديالو زيد عوضتيه غادي يعطيك صفر حيت كيعطيك القيمه ديالو الوغ كينتامي للدي الوغ دابا اش غنديرو غادي نحاولو اننا نضربوه في شي فيكتور نضربوه حنا في واحد السكالير عندنا جوج هي كتنتمي لايه نضربوه في جوج جوج في هذا شحال عطينا جوج جوج ثمانية نشوف اش كينتمي للدي ولا لا جوج الى عوضنا هنا هي اربعة زائد جوج في ثلاثة هي ستة ناقص زد هي ثمانية اربعة زائد ستة اربعة زائد ستة عشرة ناقص ثمانية جوج سي تخي بيان هذا ما كينتميش للدي الوغ Il n'y a pas un espace vectoriel. Ça fait que tu as des lois de contre-exemple qu'elles ne sont pas un espace vectoriel. Si simple, si simple. Alors, tu as des lois de juge vecteur qui est un peu plus de temps, et tu as des lois de juge vecteur qui est un peu plus de temps. Il n'y a pas un espace vectoriel. Et tu as des lois de juge vecteur qui est un peu plus de temps. Tu as des lois de juge vecteur qui est un peu plus de temps. Tu as des lois de juge vecteur qui est un كنقولوا له انه نو با ان اسباس فيكتور كنقولوا انه ما عندوش لا باس ديالو صافي الوغ بحال هاد ليكزومبل ما لقيتش لا باس ان اكس او كاري نو با ان اسباس فيكتور تما غادي يكون فيه هاد البارتي ساهله بزاف خاصك غير تخدم بزاف التمارين ماشي سامبل باش طيح في جميع لوكا الوغ كملوا الشرح ديالنا اشنو وصلنا Soit E, un cas espace vectoriel, d'où la dimension finie. Et donc, E est un espace vectoriel de dimension finie. Alors, tout ce espace vectoriel de E dans F est de dimension finie. Et donc, une dimension finie. Il y a quand même un espace vectoriel. Fait une ce espace vectoriel de l'espace vectoriel de dimension finie. Ça va. Il y a un espace vectoriel E. Et donc, ce espace vectoriel F. C'est très bien. Alors, la dimension, dimension d'IL, dimension d'IL F, yak, normalement, quand on a une dimension d'IL, il y a une dimension d'IL E, une dimension d'IL F, si simple, c'est-à-dire, on a akbar ou yusawi, mais c'est akbar qatar. Dans le hala, il y a quand le hala d'IL, dimension d'IL F, qui sawi, dimension d'IL E, fait une avec l'espace vectoriel ou un sunnisme. يعني ان E هو هذا نيت اف يعني ان E F كتساوي هذه تحتاجوها بزاف باش يقولك بين ان واحد جوج اسباس فيكتوري كيتساواو كتخدم هاد ديمونسيون بزاف الوغ صبرنا نسيت ما عطيتش واحد التيوري نحاول نكتبوها هنايا الوغ سوا نكتبوها هنايا سوا عندنا واحد اف اي جي de واحد جوج اسباس فيكتوري سو اسباس فيكتوري سو اسباس فيكتوري يعني هنا اف سو اسباس فيكتوري و او سو اسباس فيكتوري نكتبوها ك سو اسباس فيكتوري دون اون دو اون واحد اسباس فيكتوري دو اون كا اسباس فيكتوريال صافي عندنا واحد اف ان اسباس سو اسباس فيكتوري دو اون كا اسباس فيكتوري دو او وحتى اف سو اس بحال قلتي هكا او وعندنا واحد سو اسباس فيكتوريال جي واحد سو اسباس فيكتوريال اف صافي يعني ان اف سو اسباس فيكتوريال دو اون كا اسباس فيكتوريال او وحتى جي اون سو اسباس فيكتوريال دو اون كا اسباس فيكتوريال اف صافي فهمتو الوغ الا كان عندنا هاد الجوج هادو وبغينا نمونطريو ان اف كتساوي جي صافي بغينا نمونطريو انها كتساويها الوغ اش غنديرو اول حاجه خاصها تكون الشرط الاول انها خاصها تكون جي ضمن اف هذا هو الشرط الاول
كيفاش جي ضمن اف؟ اما جي ضمن اف ولا اف ضمن جي، راه بحال بحال يعني في الرسم بحال هكا اكزومبل. اول حاجه خصنا نبينو بحال هكا، هكا هذه هي جي وهذه هي اف، يعني ان جي عفوا لاكس اف هذه وهذه هي جي. اول حاجه خصنا نبينو، خصنا نبينو ان جي ضمن اف ولا اف ضمن جي، سي سامبل صافي. عندنا ان جي ضمن اف. ثاني حاجه خصنا نبينو هي اف فوقاش كنقولو ايكال جي الى شنو كان ايكيفالون، هادي ايكيفالون لا ديمونسيون، ديمونسيون دو اف ايكال ديمونسيون دو جي، سي تري بيان. دابا في البارتي فايت علاش حيدنا الشرط ديال جي ضمن اف؟ علاش حيدنا الشرط هذاك؟ علاش حطيتها لكم ديريكت ان ديمونسيون دو ايكال ديمونسيون دو اف؟ لان الشرط ديال جي ضمن او راه عندنا او ان اسباس فيكتور، ولكن هاد اف هادي هي اف سو اسباس فيكتوريل دون او، يعني راه داخله بعدا راه عاطيها لك بعدا صافي. يعني الا كان الشرط فان لا ديمونسيون ديال اف ايكال لا ديمونسيون ديال جي صافي. الو نبيعو هاد البارتي هادي ونكملو الشرح ديالنا. فاش وصلنا للديمونسيون سي سامبل، هادو خاصك تضبطهم. لا ديمونسيون دو اف بلس جي ايكال لا ديمونسيون دو اف بلس ديمونسيون دو جي موان ديمونسيون دو اف انترسيكسيون جي، هادي خاصك تضبطها هادي. الوغ نحتاجوها نخدموها اكزومبل في التمارين والمسائل. الوغ اف ايكال او ايكال اف ديريكت ديال جي اشنو كيعطينا؟ كيعطينا ان ديمونسيون دو او ايكال ديمونسيون دو غير هنا ديمونسيون دو اف، يعني ان ديمونسيون دو او ايكال هادي خاصك تركز عليها راه كيعطيوها بزاف. الا عطاك الا قالك بين ان هادي ان او ايكال اف ديريكت مع جي اش كدير له انت؟ خاصك تبين ان ديمونسيون ديال او ايكال ديمونسيون ديال اف بلس ديمونسيون ديال جي، سي سامبل. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لاسباس فيكتوريال. الو ركزوا على التيوري التاليه هذه عقلوا عليها، كنحتاجوها بزاف، كنحتاجها بزاف في التمارين. يقدر يكون نقول لكم مونطري هذه وتمونطريها ونقول لك عاوتاني مونطري كو ديمون كالكولي ديمونسيون دو اف، كيكون عندك ديمونسيون دو او ديمونسيون دو جي وكتقول له بما ان كذا كذا، اذا ديمونسيون دو اف ايكال ديمونسيون دو او موان ديمونسيون دو جي. الو نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للاسباس فيكتوريال. نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم.